بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مساكم الله بالخير، حياكم الله جميعا بلايف من الليلة. لايف الأربعاء، عسى الله ينفعنا فيه. يا هلا فيكم، ورحب فيكم مرة ثانية. لأن إذا دخلت أول شيء أسولف بروحي، لكن ما تكونون دخلتوا. على العموم، نبدأ برنامجنا الليلة. عندنا الموضوع اللي بتكلم عنه، اللي هي ست صور لرحمة الله بالإنسان المذنب. شلون إذا الواحد فينا غلط وعصى وكرنا نعصي، شنو الله يسوي له رحمة فيه؟ بعدين راح نتكلم، نفتح سؤال جواب بعد ما أحفظ لكم إن شاء الله لايف بالستوري. وآخر شيء عندنا موضوع تصويت، نبي آرائكم فيه. طبعا التصويت كالعادة أقول لكم رقم 1 و2، سجلوا الأرقام، يعني نتفق عليها إن شاء الله بآخر لايف. طيب، موضوعنا شلون الله يحمي الإنسان من هالذنب المعصية، شلون الله يرحم المذنب والعاصي. إحنا كل ابن آدم خطأ، كلنا بدون استثناء، ما في واحد فوق هالقانون إن واحد ما يذنب ما يعصي، ما في كذي. طالما بشر خالصين، إلا الأنبياء هم المعصومين عليهم الصلاة والسلام. لكن إحنا كبشر لابد أن نذنب، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، لو لا جاء بقوم يذنبون. طبعا مو أن الله يحب الذنب، لا، لكن لأنه يحب يعفو ويغفر. لذلك خير الخطائين التوابون. في 6 أشياء، 6 صور 6، أي واحدة تصير حق الإنسان تعتبر مظهر وصورة من صور رحمة الله فيه كإنسان بشر خطأ معرض للذنب والمعصية. بتكلم عنهم بشكل سريع 6 باختصار عشان نعرف شنو رحمة الله فينا، ونعرف شنو مطلوب منا إحنا عشان الله يرحمنا سبحانه وتعالى، خاصة بعد ما نغلط ونذنب ونعصي. رقم 1، الصورة الأولى من صور رحمة الله بالإنسان الخطأ هذا، أنه أصلا يحميه من الذنب، ما يخليه يطيح فيه، يعصمه. هذا يصير كما قال الله سبحانه وتعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. وهذا الكلام كان عن يوسف عليه السلام. الله سبحانه وتعالى يصرف عنه السوء والفحشاء، فبالتالي ما وقع أصلا في الذنب. هذه الصورة موجودة، متى تصير يعني تكون موجودة في حياة الإنسان؟ إذا الله حبه. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. شنو يعني الكلام؟ يعني إذا حبيته راح أحمي سمعه فما يسمع إلا اللي يرضيني، وأحمي بصره فما يشوف إلا اللي يرضيني، وأحمي يده وأحمي رجله. كذي الله يحميك من أنك تذنب وتعصي، يوخرك عن الذنب والمعاصي. طبعا مو مقصود أنك تصير معصوم، لا لا مو كذي، بس راح تخف المعاصي كثير لأنك إنسان حبيب وعزيز على الله. كما سئل فضل بن عياض أظن الله أعلم، قيل: يا أبا علي، لماذا يعصي الناس ربهم؟ ليش الناس يعصون الله وهم يدرون من الله وشنو عقابه والتحذير؟ قال: هانوا عليه. هذا السبب، هانوا عليه، ولو عزوا لعصمهم. يعني لأن الإنسان هذا صار هين على الله فالله خلاه، لكن لو كان عزيز على الله الله يعصمه ويحفظه. ولذلك على قدر محبة الله للعبد الله يعصمه، عشان كذي الأنبياء هم معصومين لأن الله يحبهم وايد، أكثر ناس الله يحبهم الأنبياء فعصمهم بالمرة، اللي تحتهم أقل محبة فيحفظهم رب العالمين ويعصمهم، لكن يقعون في الزلة لابد. فهذه أول صورة، أن تشوف أن رب العالمين يصرفك عن الذنب، يكون خاطرك ودك وتبي تروح، ما يصير، ما تمت العملية، ما تصير سبحان الله. لدرجة أحيانا رب العالمين حتى يخلي الذنب ما يخطر على بالك، ما تفكر فيه، وهذا من رعاية الله سبحانه وتعالى بالإنسان وحمايته. هذه الأولى، الصورة الأولى، أن أصلا ما يقع في الذنب ولا يحصل الله سبحانه وتعالى يقل يعني وقوعه في الذنوب والمعاصي. 2، من رحمة الله بالعاصي الذنب، لو وقع بالذنب راحت هذه الحماية، لا زال الله يرحمه. الحالة الثانية هي أن الله سبحانه وتعالى يوفق للتوبة بعد الذنب. يا أخواني أخواتي، ترى مسألة أنك أنت بعد الذنب تتوب لا تظن أنها سهلة. شنو أقصد مسهلة؟ هذه تحتاج عزيمة قلب، تحتاج هداية من الله. يعني لا تفكر مرات أني أنا بغلط وبسوي هالذنب والمعصية وبعدين أتوب، مو كيفك.
انت تضمن ان الله راح يهديك ورا الذنب وتتوب. وفعلا التوبه لما نقول توبه يعني ندمان ومتحسف وحسيت بكسره بقلبك، هذا ترى مو كل واحد يله. ذلك اخوه يوسف عليه السلام قال الكلام، قال اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم. خل نسوي هالمشكله السالفه هذه، اقتلوه وتكونوا من بعدها قوما صالحين، بعدين ان شاء الله نصير خوش ناس ونتوب بس ما على كيفكم. لا، فلذلك ان الله اذا وفقك للتوبه بعد الذنب تحس انت بعد المعصيه والذنب قلبك يعورك، لا عجبتك، مختنق، مكتئب، مو تأنيب ضمير. كما قال الله سبحانه وتعالى لا يزال بنيانهم الذي بنوا عن المنافقين لما بنوا مسجد ضرار. فالله قاعد يقول الحين شلون يتوبون؟ قال لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم. لازم قلوبهم تتقطع من الحسرة ويتحسفون ويندمون على اللي سووه، هني اتوب عليهم. هذا التوفيق حق المشاعر انك تبي تتوب وانك فعلا حسيت بالغلط، هذا من الله. فلما الله يوفقك للتوبه بعد الذنب احمد ربك على الهدايه. مثل ما قال الله سبحانه وتعالى على الثلاثه الذين خلفوا صحابه رضي الله عنهم، وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان ما جاء من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم يعني وفقهم للتوبه عشان هم يتوبون بعد ذلك. فهذه الصوره الثانيه من رحمة الله سبحانه وتعالى فينا، أن لو أخطأنا وأذنبنا يوفقنا للتوبة، يخلي هذا القلب حي، ما يخليك تتهنى بالمعصية وتستانس فيها، لا، يخلي قلبك يعورك وايد، تحس بحسرة داخل، وهذا ترى نعمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا، إذا أراد الله بعبد خيرا، شوف الله يبي في الخير ويرحمه، جعل له واعظا من قلبه. هذا اللي الله بيفي. يخلي قلبه حي، خلي إذا سوى الغلط يندم طول اليوم، لو ما قاعد صلى الفجر يوم من الأيام يقعد طول اليوم متعكر متنكد ما له خلق. سوى المعصية وحصل اللي يبيه لا تشوف حالته متأزم، هذا هني أسود يحس ظلمة قتل. ليش؟ في واحد من قلبه، في شيء داخل لازال حي. هذا من رحمة الله في العبد إنه يوفق للتوبة فيتوب ويستغفر. ثلاثة من رحمة الله بالعبد المذنب والعاصي والمخطئ إنه يفتح له أبواب خير حسنات عشان يمسحون السيئات. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، يتمحيها. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، سويت سيئة سو حسنة وراها تمسحها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا عملت سيئة إذا أحدثت سيئة فأحدث لها حسنة. سويت غلطة ذنب معصية سو وراها طاعة، إذا أحدثت سيئة فأحدث لها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. يعني سويت ذنب بالسر سولك طاعة بالسر، سويت ذنب بالعلانية سولك طاعة بالعلانية. الله وصف العباد اللي يحبون قال ويدرؤون بالحسنة السيئة، يدارونها، يدارون السيئة هذه بالحسنات اللي تي وراها عشان تمسحها وتمحيها وتذب أثرها. فتح الباب هذا في العبادات هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى فيك. يعني مو بالضرورة أن الواحد يعني أن الله يوفق لي باب خير فجأة أنت تو يعني تو الواحد مسوي ذنب ومعصية وشيء شايد وقاعد متنكد، فجأة إلى واحد يقول عندنا مشروع خير شاركنا فيه، واحد من ربعي قال بروح العمرة أبيك معاي، شوفوا باب الخير هذه، تحضر صلاة وتروح لها، هذا هو. قال الله سبحانه وتعالى عن عباد الصالحين والذين بآخر سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثام يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك شو فيهم يبدل الله سيئاتهم حسنات. شو يعني يبدل الله سيئاتهم حسنات؟ لها معنيين، المعنى الأول اللي مفهوم على طول أن سيئاته الله يحولها لحسنات وتصير في ميزان حسناته، وهذا معنى صحيح. المعنى الثاني يبدل الله سيئاتهم حسنات يعني الله يبدل أفعالهم، بدال ما كان وقتهم كله بالسيئات والمعاصي الله يفتح لهم أبواب خير فيصير وقتهم كله قاضينه في الطاعات، بدال ما كان أغاني صار قرآن، بدال ما كان ما أدري وين دواوين صار في المسجد، بدال ما كان كذي الله يبدل حياته، الله يبدل حاله من سيئات ذنوب معاصي إلى طاعات، يخلي وقته كله مشغول بالطاعة. فهذا هو فتح باب الخير والطاعة، هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله في الحديث، شنو يعني استعمله؟ فتح له باب خير ثم قبضه عليه. يعني إذا فتح لك باب خير سبحانه وتعالى ادخل على طول روح
وهذا يكون من رحمة الله فيك كخطأ عشان تمحو سيئات وذنوب. رقم أربعة، إذا الله يبي يرحم واحد وهو غلطان ومذنب وعاصي، الله يدز له رسالة الذكرى. فتح الراديو ولا واحد قاعد يتكلم موضوع اللي الغلطة اللي مسويها، حاضر خطبة جمعة ولا الخطيب قاعد يتكلم عن شنا يدري الخطيب ايش سوى امس، فتح تويتر انستغرام وشوف له مقاطع ولا تويتات تتحكي عن نفس سالفته، يفتح المصحف ولا آية شنه. هذه رسائل من الله، الله قاعد ينبهك من رحمته فيك، يدز لك اللي ينبهونك. هذه الرسائل انتبه لها، انت هذه ما هي كذي، هذه تقدير من الله، ما حد يعلم في حالك الا رب العالمين. ولذلك قاعد يدز لك اشياء، اللي يتكلم الخطيب ولا اللي بالراديو ولا اللي كاتب تويتر مو قصدك، مو قصدك، بس الله دز لك، فانتبه. هذه الرساله جت لك، قول يا رب لك الحمد ويا رب انا هيك خلاص خلاص عرفت انك تبيني هيك، انا راجع لك يا رب، بطلنا هون خلاص، ما نبي الذنب، استغفرك واتوب اليك. فمن تصير هالرساله على طول بادر، لا تكشت وتصد كأنك ما تدري كأنك مسامع، ترى تيك الطقه بعدين، انتبه. اذا الرابعه، ان الله يدزك اللي يذكرك، يعطيك رساله من هذه الاشياء اللي يصير موقف قدامك يحسسك انك انت غلطان. رقم خمسة، اذا الله يبي يرحمك بعد الذنب او اي شيء، يجري على لسانك، ينطقك يعني يخليك تتكلم وتقول ويلقنك دعوه تكون فيها مغفره ذنوبك. شفت التوبه اللي قلنا عنها قبل شوي؟ الله يعطيك اياها. يعني ادم لما عصى الله سبحانه وتعالى وحوى، شنو قالوا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. هذه كلمتهم، التوبه مالتهم، وعقبها الله غفر لهم. هذه من وين لهم اياها؟ ربنا ظلمنا انفسنا، من وين عرفوها؟ هذه الله قال لهم اياها. قال الله سبحانه وتعالى في سوره البقره بعد ما ذكر معصيته، فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهم ما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات، هذه هي، فتاب عليه. تلقى آدم من ربه، تلقاها يعني الله عطاياها، كنا لقنا، قولها الكلام، صيغة التوبة تقولها، الله ينطقك بدعوة ما كانت في بالك، يعني صيغة للاستغفار والتوبة والندم، أنت تحسي هذه الله معطيك إياها، الله يبي فيك الخير، يبي يتوب عليك، فخلاها تطلع من لسانك. فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه سبحانه إنه هو التواب الرحيم. هذا من رحمته فيك، إنه هو حتى ترى مو بس في التوبة والندم، هذا بشكل عام في حياتك، الله يبي يعطيك شيء مرات خير يخليك أنت تقوله في الدعاء وأنت بكاء ما كان في بالك. فنعمة، نعمة هذه، من واحد مرات يحس إنه أنا قلت دعوة والله ما كنت محضرها، وأصلا مو قادر أقولها الحين، ما أدري شنو هي، طلعت شغلة مني وايد حلوة، هذا من الله. فالخامسة، ان الله ينطقك بدعوة، يجري على لسانك دعوة ليغفر لك. السادسة قبل أن خلصها، العيد الخامسة من الأول، واحد، شنو رحمة الله بالإنسان كخطأ؟ أول شيء يعصمه من الذنب والمعصية، يبعده عنها لأنه يحبه. طيب لو وقع في الذنب تأتي الرحمة الثانية. اثنين، يوفقك للتوبة، يوفقك يهديك للتوبة، يخليك تتحسر وتتحسف ويضيقك وتبي ترجع، يوفقك للتوبة. ثلاثة، يفتح لك أبواب خير، أعمال صالحة، يبدل سيئاتك حسنات، أتبع سيئة حسنة تمحوها. أربعة، يدز لك رسالة ذكرك من أي إنسان، من أي مكان تسمع تقرأ يخصك. خمسة، يلقنك دعوة، يجري على لسانك دعاء هو سبحانه وتعالى بسببه يغفر لك. استغفار، يلهمك كثرة استغفار، خلي لسانك ما يوقف عشان يغفر لك. ستة والأخيرة، يعني أنت ما في ذيك العصمة، وقعت بالذنب ولا أنت راضي ولا راضي تسوي خير عشان يمحوه، ولا شنو قلنا بعد، ولا أنت منتبه حق الرسائل اللي الله يدز لك إياها، ولا لسانك قاعد ينطق بشيء زين، وبعدين معك وبعدين معك جد، يعني انت قاعد تسوي الاخطاء والذنوب والمعاصي وهذا كله بعيد عنها. زين، الله يحبك يبي يغفر لك، ما يحب تقابل يوم القيامه على الذنوب، شو يسوي فيك السادسه عشان يرحمك؟ يبتليك عشان يغفر لك ذنوبك ويكفر عنك سيئاتك غصبا عليك. شفت الله شلون رحيم فينا؟
المرض تكفير السيئات، الهم ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا أذى ولا نصب ولا تعب حتى الشوكة إلا كفر الله بها من خطايا. فالله بيغفر لك ذنوبك المتلتلة هذه الوايد اللي أنت مو قاعد تسوي شيء عشان تمحيها، يبتليك ويبتليك 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 عشان تطلع صافي ما عليك شيء. فحتى الابتلاء تحمد عليه، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. من دواعي الابتلاء ودوافع وأهدافه إن الله يغفر لك ذنوبك. هذه رحمة الله بالعاصي، رحمة الله فينا كبشر، وهو عارف إن إحنا خطائين، لكن الحمد لله أعطانا الأشياء اللي تداري هذه الأخطاء. أول شيء اللي يعصمنا إذا وقعنا يوفقنا للتوبة، يفتح لنا أبواب خير وأعمال صالحة، يدزلنا اللي يذكرنا برسائل، يجري على ألسنتنا دعوات واستغفار يتوب علينا بسببها. ستة، يمتحننا ويبتلينا ليكفر عنا سيئاتنا، عسى الله يغفر ذنوبنا ويتقبل توبتنا ويمحو سيئاتنا ويثقل ميزان حسناتنا ونلقوه راضي عنا سبحانه. دقيقة أحفظ لكم اللايف بالستوري وأرجع لكم حق السؤال والجواب.